السؤال الأخير في سرعة البديهة، والسؤال هو: أكمل المقولة الآتية: سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق. صديق صدوق، صديق صدوق، صادق الوعد منصفة. بص بص، أنا حول البيت وحول السؤال، ثانية واحدة: سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد. إجابتك مخلصة. أنت في الأول ما قلتش مخلصة، منصفة. أنت في الأول قلت منصفة، وأنا ما بقدرش أخد غير الإجابة الأولى، وده من حسن حظك، ومنصفا إجابة صحيحة. فريق الإرادة جاوبت على فقرة الفنون بالكامل. الإرادة 90، نارمر 50. حظك حلو يا أيمن. فريق نارمر مخضوض، هي دي الحقيقة، اتخضيته صح ولا غلط؟ مصطفى، ايه اللي حصل؟ اتخضيت كده ليه؟ الفرق كبير. انت شكلك لسه بتحل المسألة. لا لا، اللي خطفها منك أيمن. الفرق كبير شوية. لا، عايزكوا ترجعوا في المباراة تاني، مالكوا اتخضيتوا ليه؟ فريق نارمر رجعوا تاني في المباراه.